يبقى انا كمبتدئ في تربيه الحمام عايز اشوف انتاج بسرعه. عندي ما عنديش صبر يعني ان انا بقى ااكل في زغاليل او لحمام شباب واستنى بقى بالشهور لما الحمام ينتج. لا، انا عايز اشوف انتاج بسرعه. اعمل ايه؟ نفسي اجيب حمام منتج بس طبعا يبقى مضمون. طب هقول لكم دلوقتي تعملوا ايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بخير وبصحه واحسن حال. مشروع تربيه الحمام او كورس تربيه الحمام، والنهارده الحلقه السادسه او الجزء السادس من مشروع تربيه الحمام. احنا طبعا اتكلمنا من بدايه ما اسسنا الاوضه وقلنا ازاي ناسس الاوضه وازاي نقفلها كويس بشكل كويس عشان برضو نمنع اي حاجه متطفله ان هي تدخل للحمام او تاذي الحمام. واهم حاجه الاوضه او المكان اللي انا هربي فيه الحمام يكون مكان برضو فيه التهويه كويسه جدا، كمان لو الشمس داخله للحمام يكون افضل بكتير. يعني لو المكان ده بتدخله شمس، لان الشمس طبعا احنا عارفين ان هي بتمد الحمام بفيتامين د، وطبعا احنا عارفين اهميه فيتامين د للحمام، يعني للعظم، للبيض، لقشره البيض، كل حاجه. بصوا يعني من غير فيتامين د الحمام اساسا مش هيبقى عنده كالسيوم، لان احنا بندي كالسيوم ومفيش عنده فيتامين د، فبالتالي الكالسيوم بيتكسر وبينزل في الزرع. فطبعا لازم فيتامين د علشان هو اللي يمسك الكالسيوم كده ويوزعه لكل اجهزه الجسم، بالتالي مش هتعانوا من المشكله اللي هي طبعا كتير او بيعاني منها وبيقول انا بدي كالسيوم والحمام قشره البيض ضعيفه، الزغاليل بتطلع متكسحه، النتايه بلاقيها بعد ما بتبيض وبتيجي تنام على البيض بلاقيها اتكسحت كده مكانها مش قادره تقوم. طب انا بدي كالسيوم، العيب في ايه يا جماعه؟ العيب ان احنا مش بندي فيتامين د للحمام. طب انا لو الشمس مش داخله عندي المكان هعمل ايه؟ هعوض ده بفيتامين د 3. طبعا ممكن نجيبه من البيطري، يعني من الصيدليه البيطري، متمثل في الف د 3 اهي. طبعا الف د 3 اهي لازم يبقى موجود عندكم للحمام ولاي نوع من انواع الطيور ان شاء الله. برضو هنتكلم عن موضوع الفيتامينات دي في جزء او في حلقه لوحدها مخصوص كده، ايه في ضمن السلسله بتاعه تربيه الحمام او مشروع تربيه الحمام للمبتدئين. تمام. طيب قلت لكم برضو على السقايات والاكلات والحاجات اللي تستخدموها للحمام وجبنا الحمام مع بعض، وقلت لكم الانواع اللي احنا نبدا بيها مشروع تربيه الحمام، الانواع اللي هي هتجيب معاكم انتاج سريع وفي نفس الوقت مناعتها هتبقى عاليه كمبتدئ لتربيه الحمام. زي ما احنا متفقين انا مبتدئ وعايز حاجه مناعتها عاليه اتعلم فيها، فانا لو جبت حمام غالي ممكن يتعب مني، يمرض مني، يحصل له اي حاجه ما اعرفش اتعامل معاه فاخسر الحمام الغالي. لكن الحمام البلدي برضو او الانواع الثانيه، حمام بلدي او حمام زاجل، الانواع اللي هي انا بقول لكم عليها اسعارها مناسبه كمبتدئ، يعني تربيه الحمام هقدر اتعلم فيها واقدر اتعامل معاها لان مناعتها هتبقى عاليه، فبالتالي امراضها هتبقى قليله مش هتعقدني من الاول. لكن لو جبت حمام يعني بصوا مشاكله كتير هتعقد ان انا اربي حمام كده من اولها، هلاقي مشاكله كتير وحواراته كتير، فبصوا هبعد خالص عن تربيه الحمام. وصلنا في السلسله لحد ان احنا جبنا الحمام او النهارده بقى ان شاء الله كم انت كمبتدئ لتربيه الحمام، هل تجيب حمام كبير يعني حمام شغال بمعنى اصح وبيبيض وبيطلعوا الكلام ده، ولا حمام شبابات يعني لسه مثلا عليك كام ريشه، ولا حمام مثلا يبقى مخصوم من الاهالي، ولا حمام زغاليل تبقى زغاليل افضل؟ هقول لكم كل حاجه النهارده في الفيديو، لان برضو السؤال ده بيجي لي كتير جدا في التعليقات، حتى الناس اللي هي بتربي حمام بتسال السؤال ده. فتعالوا مع بعض كده خلال الفيديو هقول لكم كل حاجه عن الموضوع ده واقول لكم برضو تجيبوا الحمام ده منين. طب في الاول كده عايزين نصلي على الرسول، يا ريت ما تنسوناش من لايك، حط لايك يا جماعه مش بخلا، لايك ببلاش والله مش بفلوس خالص يعني. ويا ريت لو مش مشتركين يسعدني ويشرفني اشتركوا اشتركوا وفعلوا اول جرس لو جرس كله عشان يوصلكم مننا كل جديد، واول ما انزل فيديو كده يجي لكم اشعار بيه. طيب اول حاجه كده عايز اقولها لكم، اول ما ابدا تربيه الحمام ايه احسن حاجه او افضل حاجه ابدا بيها تربيه الحمام؟ هل اجيب زغاليل ولا اجيب حمام شبابات ولا اجيب حمام كبير؟ احسن حاجه تبدا بيها مشروع تربيه الحمام انك تجيب حمام شبابات، يعني حمام شباب بمعنى اصح اللي هو بيبقى الحمام المفطوم مثلا بقاله فتره ورامي ريش. طبعا موضوع الريش ده اتكلمت عنه برده في كذا فيديو قبل كده، ارجعوا في القناه هتلاقوا فيديوهات كتير الموضوع عد الريش وازاي تعرف الحمام ده مثلا عليه كام ريشه والكلام ده كله. الحمام زي ما قلت لكم بعد ما بيتفطم بحوالي 10 ايام بيبتدي يرمي اول ريشه، وبعد كده بيرمي كل اسبوعين ريشه او ريشتين على حسب التغذيه بتاعه الحمام. برده ان شاء الله هنتكلم عن الموضوع ده برده باستفاضه في حلقه لوحده. فانا بقول لكم لو انتوا هتجيبوا مثلا حمام يبقى هتجيبوا حمام شباب مثلا يبقى عليه مثلا 3 ريشات 4 ريشات عشان ما يقعدش فتره كبيره. عايزين مثلا تجيبوا حمام لسه مفطوم
مصدوم من الاهالي وبياكل، اهم حاجه تاكدوا ان هو بياكل لوحده. لو هتجيبوا الحمام ده مفيش اي مشاكل، برضه هتجيبوه هتتابعوا معاه برضه بالفيتامينات وبالاملاح المعدنيه وبالاحماض الامينيه والحاجات اللي هي بتقوي الحمام بتغذي الحمام، بحيث ان هو برضه يتاسس عندكم، تكونوا جايبينه من حد مضمون، علشان برضه الحمام طبعا ان احنا عارفين الحمام ما بيبقى متاسس من وهو زغليل بيبقى حمام ممتاز وانتاجه سريع وكثيف الانتاج ومناعته عاليه لما بيكبر وبينتج وبيبقى حمام كبير. تمام، فزي ما بقول لكم تهتموا انكم تجيبوا اهم حاجه من حد مضمون حتى لو حمام صغير. جبنا الحمام الشباب اللي هو مثلا حتى لسه ما رماش ريش، بس اهم حاجه يبقى بياكل لوحده، ابتدى يرمي ريش عندنا. طبعا مهتمين بالفيتامينات يبقى عندكم صبر شويه، لو انتوا ما عندكمش صبر تهتموا بالحمام من ساعه ما اتفطم هاتوا مثلا عليه ريشتين او ثلاث ريشات، ان هو مش هياخد وقت وان شاء الله وينتج عندكم. يبقى انا كمبتدئ في تربيه الحمام عايز اشوف انتاج بسرعه عندي، ومش صابر، ما عنديش صبر يعني ان انا بقى اقعد ااكل في زغاليل او احط اكل مثلا لحمام شباب واستنى بقى بالشهور لما الحمام ينتج، لا انا عايز اشوف انتاج بسرعه. اعمل ايه؟ نفسي اجيب حمام منتج بس طبعا يبقى مضمون. طب هقول لكم دلوقتي تعملوا ايه. بصوا طبعا اللي متابعني عارف ان انا ضد ان انا اشتري حمام كبير من اي حد، لان مفيش حد بيبيع حمام بيبقى ايه منتج عنده او حمام بينتج بشكل سريع عنده فهيبيعه او يستغنى عنه الا ما رحم الله. بمعنى ان انا ما اجيبش حمام كبير الا من حد مضمون وواثق فيه مليون في الميه، واقول له الحمام ده جديد، جديد بمعنى ان الحمام ده مثلا يعني حطت عش او عشين او ثلاث عشوش اربع عشوش، الحمام شغال حتى لو ليه مثلا ست سبع شهور شغال وبينتج ما فيش اي مشكله خالص. لكن لو حمام كبير لا، ابعد عن الحمام الكبير تماما، لان طبعا بتبقى مشاكله كتير وبيبقى بينتج بقاله فتره ممكن يوقف عن الانتاج لو اتنقل من مكان لمكان، يعني الحمام لو اتنقل من مكان ممكن يوقف خالص عن الانتاج، ممكن مثلا يبقى في اي مشكله والمربي ده باعه لك. لو هتجيبوا حمام وهتجيبوا حمام كبير يعني هاتوا حمام جديد، بمعنى ان هو لسه شغال جديد بقاله مثلا بصوا اقصى حاجه ست سبع شهور. تمام، ما تجيبوش حمام كبير ترجعوا ايه بقى تشتكوا من المشاكل اللي بتحصل ايه مع الحمام. يعني في ناس بتسالني مثلا لا احنا عايزين حمام منتج من عندك، اقول لهم يا جماعه انا ممكن اديكم حمام بيبقى بينتج بس يبقى جديد ما يبقاش كبير، لان الحمام الكبير ما اضمنش ممكن يبقى بينتج عندي وشغال عندي يروح عندكم يبطل يوقف عن الانتاج تدعوا عليا او حاجه يبقى الذنب مش ذنبي. ان في حمام والله لو حمام ايه بصوا مكنه شغل ممكن يروح يتنقل من مكان لمكان يوقف عن الانتاج تماما. انا كان عندي حمامه زاجل نتايه زاجل نقلتها من تحت لفوق واديني في نفس المكان وقفت انتاج خالص. طيب منين اجيب الحمام او الحمام المضمون اجيبه منين؟ ممكن الحمام المضمون يا جماعه تجيبوه من زي ما بقول لكم، اهم حاجه حد يكون ثقه ومتاكدين ان هو مأسس الحمام بتاعه كويس، بيحط له فيتامينات وبيحط له الكلفه المتوازنه، يعني بصوا مهتم بالحمام بتاعه كويس جدا اهم حاجه. طبعا برده الحمام ده هنلاقيه فين؟ ممكن نلاقي على الفيسبوك ناس بتعرض برده حمام، انزلوا السوق، الناس اللي عندها السوق طبعا يعني متاح ليهم ان هم ينزلوا السوق ويشوفوا انواع الحمام ويتعلموا، انزلوا وتعلموا شوفوا الحمام شوفوا الانواع قدامكم وتعلموا، يعني الحاجات دي بتبقى متاحه في بلاد يعني معينه، احنا هنا ما عندناش سوق للحمام يعني للاسف، فطبعا مش متاح ان احنا نتعلم الا من خلال النت، فانزلوا الناس اللي متاح عندها السوق انزلوا وتعلموا في السوق. احسن حاجه يجي منها خبره او تتعلموا منها انكم تشوفوا كذا حاجه قدامكم او مواقف كتير قدامكم، هتشوفوا الحمام هنا وحمام هنا وحمام هنا، هتتكلموا مع المربي ده ومع المربي ده ومع المربي ده، هتتعلموا هتاخدوا خبره. طيب مش متاح ان احنا مثلا سوق عندنا او ان احنا نروح سوق ونشوف ده ونشوف ده، بصوا وتعلموا من خلال شبكات التواصل الاجتماعي سواء الفيسبوك سواء اليوتيوب. في ناس بتعرض حمامها على الفيسبوك تابعوا برضو وشوفوا الحمام ده شكله ايه والحمام ده شكله ايه، شوفوا لحد ما تلاقوا الحمام المضمون، برضو لازم تشوفوا الحمام وتقلبوا فيه. وهنبرضو ان شاء الله هنعمل فيديو مخصوص عن موضوع مواصفات الحمام، ازاي تنقوا حمام يكون كويس وخالي من الامراض وتاكدوا ان هو صحته حلوه، برضو ان شاء الله ان شاء الله اعمله معاكم الفيديو اللي جاي بامر الله. طيب لو انا مربي حمام مبتدئ هل ينفع اجيب زغاليل وابدا بيها؟ هو ينفع مش ما فيش اي مشاكل، بس الزغاليل الصغيره يا جماعه بتاخد مجهود او عايزه مجهود كبير، اذا كمان خبره، واحنا زي ما احنا متفقين انا لسه مبتدئ في تربيه الحمام بقول الف ب حمام ما عنديش خبره خالص المفروض يعني، فعشان ابدا مع الزغاليل هيبقى صعب شويه وممكن الزغاليل دي لا قدر الله تموت مني او حاجه، لان الزغاليل برده عايزه عنايه خاصه. تمام، فزي ما بقول لكم احسن حاجه تبداوا بيها الحمام الشبابات او الحمام الشباب، او يعني بصوا الحمام اللي عليه ريشه او ريشتين او ثلاث ريشات بالكتير. لو هتجيبوا حمام كبير ومستعجلين يبقى تجيبوا من حد مضمون، يبقى حمام جديد لسه شغال بقاله زي ما بقول لكم اقصى حد ست سبع شهور.
تمام. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، فيديو خفيف، يا رب الفيديو يعجبكم، يا ريت تشيروا على قد ما تقدروا الفيديوهات دي يا جماعه عشان تنفعوا بيها غيركم، ويا ريت تعملوا لايك لان لايك بيرفع الفيديو انت لما تحط لايك بيظهر لخمسه او عشره غيرك، فيا ريت ما تنسوناش من لايك او ما تبخلوش علينا باللايك. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.